حتى
أن الإبن لا يقدر أن يفعل شيئا من ذاته وحده إلا إذا رأى الآب فهام له، فما يصنع الآب يصنع الإبن أيضا. الآب يحب الإبن وكل شيء يصنع يريه إياه وسيري أعمال أعظم من هذه لكي تتعاجبه وانكم. أيها الأب الإبن الروح القدس الآن موجود الرب الأب الكل الأمين كدائما الذي في السماء اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وكان الذي الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لما سأسعى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نسمع عن الجنين الذي في بطن أم يموت ونسمع عن الطفل الذي عندما يصلي الأجل نقول الذي لم يكمل عمره ولم يأخذ ولم يعطي. نسمع عن الشاب اللي فجأة انتقل ونسمع عن الرجل الذي برحلة طويلة مع المرض. تتنوع الأسباب أو تتوحد النتيجة، لكن في كل حالة تفرض الحالة مشاعرها علينا. ونحن كأبناء ليس موظفين، ولكن كأباء نحمل الكلمة بكل معانيها. نشارككم أفراحكم ونفرح بها من داخلنا، ونشارككم أيضا أطراحكم ونعيش فيها لأننا أباء. عندما فكرت ماذا أقول في هذه التجربة الصعبة وجدت أمامي كلمات قليلة. أول كلمة هي مصدر الثقة، وثاني كلمة هي الطلب، وثالث كلمة هي الاطمئنان. أول كلمة نثق في أحكامه الفورية، ونطلب لمساته المعزية ونطمئن لمواعيده الحقيقية. كلمة الأولى نثق في أحكامه الفورية. عندما نثق في أحكامه الفورية لا يعني ذلك أننا نثق في الأحكام الأرضية، نثق كل الثقة في قضائنا، ولكن هناك قضاء آخر، قضاء سماوي. قبل أن تعلن الأرض أحكامها تعلن السماء أحكامها، فهناك أحكام فورية. قبل أن يبحث هابيل عن قاتله ذهب الرب إلى هابيل وقال له أين هابيل أخوك؟ لم هابيل يصرخ إليه. قبل أن ترفع أسرة نابوت اليزرعيل قضية لمعرفة الجهل كان الحكم صادر حكم فوري. هل قتلت ورثت في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي ألحق دمك ودم نسلك إلى الأبد. هناك قضاء سماوي عاجل وهناك أحكام فورية. تعجبني جدا كلمة جميلة جاءت في سفر أولية، كما فعلت جزاني الرب عملك يمتد على رأسك. كلمة تانية طلب، ماذا نطلب في هذه الظروف؟ نطلب إيه؟ يعجبني المزمور الذي يقول صوت الرب يطفي لهيب نار. وأظن لا يوجد ولا توجد نيران أكثر من التي نراها. محتاجة إلى مياه الروح القدس التي تعز. يكفي أن أعطي آية واحدة هي مصدر للعزاء، كابن تعزيه أمه. شوف العبارة الجميلة، كابن تعزيه أمه، هكذا أنا أعزيكم يقول الرب. عندما
بالرغم جدا، رغم الالم ورغم النار اللي احنا فيها، بهذه الهدوء، بهذا الاستسلام، وبهذا التسليم، وبهذا الصمت، تعزيات الالهيه تكون هي مصدر عزاؤنا، نطلب ان يعزينا. كلمه اخيره عشان ما اطولش عليكم، اذا كنا نثق في احكام الفوريه ونطلب تعزياته السماويه، فايضا نطمئن الى مواعيده الحقيقيه. هبلاه الخيرات مواعيده، ما لم تراه عين، وما لم تسمع به اذن، وما لم يخطر على قلب بشر. عندما تقدم الذين ينكرون القيام الى بولس واستبصروا واستصعبوا كيف تقام الاجساد، الاجساد اللي تناصرت في الارض، الاجساد التي صارت تراب، الاجساد التي لم يبق منها سوى عظام قليلا، كيف تقام؟ وسالوا بولس الرسول كيف يقام الاموات وباي جسم ياتون، كيف يقام الاموات وباي جسم ياتون. اذا سالنا الرب والنبي كيف يقام الاموات ولم يعد في اجسادهم الشك، بل تنصرت اجسادهم واعضائهم، الذي كون الانسان مما لم يكن، الذي كون الانسان مما لم يكن، سيقيم الانسان ايضا مما لم يكن، بل سيقوم الانسان في صوره ادنى من مكان. وهذا يطمننا، تجد كلمه لوديه عميد قال في المجيء